السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الإعدادي. النهاردة معانا شرح أول درس من دروس التعبير الكتابي، واللي متعودين عليه من المرحلة الابتدائية، وهو بعنوان كتابة مقال وصف مكان. فمقال وصف المكان يا أولاد هو وصف مكان قمت بزيارته، إما للاستمتاع أو لحضور مناسبة معينة. للاستمتاع زي مثلا رحلة أو زيارة لمكان معين، زي مثلا زيارة الأهرامات، أو رحلة إلى حديقة الحيوان، أو زيارة بانوراما حرب أكتوبر أو المتحف المصري. وحضور مناسبة زي حفل تخرج أو حفل زفاف أو حفل عيد ميلاد. كمان لازم نعرف يا أولاد العناصر اللي هنستخدمها في كتابة مقال وصف المكان زي ما هنشوف مع بعض. ولكن لازم ناخد بالنا يا أولاد وإحنا بنكتب مقال وصف المكان، ناخد بالنا من إيه؟ من علامة الترقيم، من الخط الواضح، من الإملاء الصحيح. طب إيه هي بقى عناصر مقال وصف المكان؟ 7 حاجات. أول حاجة العنوان، والعنوان ده يا أولاد لازم يكون عنوان جذاب عشان يجذب القارئ ويخليه يستمر في قراءة المقال بتاعنا. تاني حاجة يا ولاد المقدمة، والمقدمة دي بتشمل مكان الحدث زي مثلا قاعة أفراح أو مدرسة أو نادي، وفي المقدمة بنوصف القاعة أو المكان بكلمات جميلة، كمان بنوضح الشعور اللي بيكون موجود في المكان سواء بقى فرح، سعادة، سرور وهكذا. تالت حاجة معانا مدخل المكان، وده بنوصف فيه مدخل المكان اللي احنا بنزوره أو هنحضر فيه المناسبة اللي احنا رايحينها، زي مثلا أقول المدخل واسع وجميل مملوء بالزخارف والبالونات والأشجار والأزهار الجميلة الزاهية. كمان برضو ببين الشعور اللي هو طبعا موجود في المكان زي البهجة والفرح والسرور زي ما احنا قلنا. بعد كده معانا وسط المكان، ووسط المكان ده يا ولاد بنوصف فيه اللي موجود في المكان زي مثلا مسرح، واقول ان المسرح ده مزين بالستائر الحريرية اللي لها الوان جميلة، وبتدلى من المسرح اضواء ملونة زي نجوم السماء اللي بنشوفها ليلا، وعلى جانبي المسرح مثلا أعلام ترفرف بالألوان الجميلة الزاهية. بعد كده معانا موضوع المقال والحضور، فأنا هبدأ أتكلم عن الأحداث اللي بتحصل في المكان ومين هم الحضور أو الضيوف وكان شعورهم إيه. آخر حاجة معانا الخاتمة، وفيها بكتب إن اليوم ده كان يوم رائع وجميل، وإنه يوم لا ينسى، وكان اليوم ده مليء بالسعادة والبهجة والسرور. وعشان نفهم أكتر يا ولاد هناخد نموذج لمقال وصف مكان بعنوان حفل زفاف أخي. يبقى أول حاجة العنوان، وقلنا العنوان هنا اسمه إيه؟ حفل زفاف أخي. بعد العنوان يا ولاد بنكتب المقدمة، فمثلا هنقول في المقدمة أقيم حفل زفاف أخي بقاعة أفراح من أجمل القاعات بمصر الجديدة. طبعا كل واحد ممكن يكتب العنوان اللي هو موجود فيه سواء كان قرية أو مركز. كانت القاعة مزينة بأناقة وذوق رفيع عين تعكسان أهمية المناسبة وجو الفرح الذي عم المكان. دي بالنسبة للمقدمة. بعد كده العنصر الثالث معانا وهو مدخل المكان، فأقول عند دخول القاعة لفت الانتباه الأشجار المضيئة والبالونات الملونة التي زينت المدخل والزهور الجميلة التي أضفت لمسة من الحياة والبهجة على الجو العام. بعد كده معانا وسط المكان، فأقول في وسط القاعة كان المسرح مزينا بستائر حريرية باللونين الأزرق والذهبي، تتدلى منها أضواء ملونة تتلألأ كالنجوم ليلا في السماء، وعلى جانبي المسرح وضعت أعلام ترفرف بألوانها الزاهية الجميلة. بعد كده بننتقل للموضوع والحضور والشعور العام اللي موجود، فأقول فقد امتلأت القاعة بالأهل والأقارب والأصدقاء، وتعالت أصوات التصفيق والزغاريد في أرجاء القاعة،
وجلس الضيوف للاستمتاع بفقرات حفل الزفاف في جو من البهجة والسرور. بدأ الحفل برقصة بين العروسين على أنغام الموسيقى الهادئة، ثم بدأ دخول المطربين لتقديم مجموعة رائعة من الأغاني، ثم قام الأهل بتوزيع المشروبات وقطع الجاتو على الضيوف، ثم صعد الأهل والأصدقاء المسرح لتهنئة العروسين ومشاركتهم الرقص في جو من البهجة والسرور. وفي نهاية الحفل ودع العروسين الأهل والأصدقاء بقلوب عامرة بالحب والأمل. آخر حاجة معنا يا أولاد، هكتب الخاتمة، سأقول حقا لقد كان حفل زفاف أخي يوما لا ينسى، إذ امتلأت القاعة بجو من الفرح والبهجة والسعادة، فيا له من يوم جميل. بكده يا أولاد نكون قدرنا نفهم يعني إيه مقال وصف مكان. خدنا نموذج تطبيقي لكتابة وصف مكان. أرجو أن كل الطلاب يكونوا فهموا معايا الدرس النهاردة، وهو أول درس من دروس التعبير الكتابي. انتظروني على قناتي أعرف أتعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.